الصور والمشاهد اللي شفناها عن مقتل القذافي اللي كانت متوفرة على كل شاشات نعم التلفزة أثارت تداعيات يعني ناس كتيرة جدا، بس بالأخص منظمات حقوق الإنسان اللي كانت بتتمنى إن هي تقدمه للعدالة وإنه نعم يعني يتحقق معاه على لا الأقل. فحضرتك لا ممكن تشرح لنا لا ظروف قتل القذافي؟ أنا صراحة يعني كان ودي أن يتم القبض عليه وتسليمه للعدالة صراحة، حتى نقدم نموذج حضاري لثوراتنا في العالم العربي، فعلى غرار محاكمة حسني مبارك وعلى غرار المطالبة بإحضار زين العابدين بن علي ومحاكمته في تونس، تمنيت أن يحاكم القذافي في المحاكم الليبية وتمنيت أن لا يقتل صراحة. يعني المجلس الوطني الانتقالي قدم تصور ماذا حدث، ومبارح رئيس المكتب التنفيذي في رد على التساؤلات اللي طرحوها في منتدى الاقتصاد العالمي اللي عقد في الأردن في البحر الميت، قال نحن نرحب بجل لجان التحقيق والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان من أجل التحقيق في هذه القضية. لكن خلينا نشوف الصورة بمنظور آخر. 42 سنة هذا الرجل لم يترك بيتا في ليبيا إلا وخلق فيه الجراح. خلال 8 أشهر لا يوجد بيت إلا فيه عزاء وفيه متضرر وفيه جريح وفيه مشرد وفيه مغتصبة من حرائر ليبيا. إذن كل الموجودين في ليبيا يحملوا الضغينة والبغضاء لهذا الرجل، لأنه ارتكب العديد من الجرائم بحق الشعب الليبي. ما حدث في الرواية الرسمية اللي قدمها المجلس الوطني الانتقالي، قدمها المكتب التنفيذي، أنه في أثناء القبض على القذافي واعتقاله حدث تبادل لإطلاق النار ما بين التوار وما بين بعض من يتبعون للقذافي ونظامه وكتائبه. حصل ما حصل وقتل. لكن أنا على الصعيد الشخصي أتمنيت صراحة أن يتم القبض عليه وتقديمه لمحاكمة عادلة حتى نقدم نموذج حضاري للثورة العربية، وحتى يكون النموذج الليبي نموذج يطرح كيف يتور شعوب العالم الثالث وتغير نظمها وتقود شعوبها إلى مراحل الديمقراطية والتنمية. فأنا على الصعيد الشخصي نأكدها لك، أنا صراحة مش راضي على الطريقة التي قبض عليه اللي تم فيها مقتله، وصراحة مش موجود في ليبيا حتى يعني أتبين، لأن هناك العديد من الروايات التي طرحت في القبض على القذافي ومقتله. لكن أتمنى أن تكون هذه الصفحة طويت و أن يكون بمقتل هذا الرجل انتهت حقبة مريرة وسوداء في تاريخ ليبيا السياسي، وأن ينتقل الشعب الليبي إلى مرحلة متقدمة من التحول الديمقراطي، من التنمية، من إعادة الإعمار، من إعادة تعريف ليبيا وتقديمها بشكل آخر لشعوب المنطقة. نحن راغبين في شراكات مع دول المنطقة، شراكات حقيقية ليس مبنية على الأهواء الشخصية أو شطحات العقيد. ما حقيقة أن يعني ما زال هناك مفاوضات مع عائلة القذافي أو مع قبيلة القذافي واللي نتيجتها تم تأجيل إعلان تحرير ليبيا؟ حقيقة ليس هناك مفاوضات مع قبيلة القذافي، الحرب انتهت وصرت حررت بالكامل. هناك طلب بالأمس قدمتها قبيلة القذافي تقريبا للمجلس الوطني الانتقالي أنها تستلم الجثث ودفنها، وهذا المصدر مش متأكد من صحة الخبر، لكن ليس له علاقة، بالعكس يعني أجل، قد تكون هناك مراسم ترافق عملية التحرير، وبالتالي إعطاء فسحة للوقت لرؤساء الدول وفود الحكومات أنها تشارك في مراسم إعلان التحرير، خاصة من الدول الشقيقة والصديقة التي شاركت في دعم ومساندة الثورة الليبية ودعم ومساندة الشعب الليبي. لا أعتقد ذلك صراحة. وأيضا ترتيبات الإعلان، يعني أتمنى أن اليوم يخرج عننا المجلس الوطني الانتقالي بنوع من المكافأة للثوار، بنوع من المكافأة للشهداء، بنوع من المكافأة للشعب الليبي على صبره ومثابرته وشجاعته خلال هذه المدة. هذا ما أتمناه، وهذا ما أتمنى يكون هو سبب تأخير الإعلان عن يوم التحرير من يوم السبت إلى يوم الأحد. هذا ما أتمناه وهذا ما أتصوره. يعني المجلس الانتقالي الليبي كيف يرى يعني خطة إعادة أعمار ليبيا؟
بالنسبه هيتعامل مع هذا. بالنسبه لخطه الاعمار خلينا نتكلم انا على الخطه اللي قدمها المكتب التنفيذي وقدمها السيد محمود جبريل، تضمنت 13 نقطه تتضمن اولا اعاده الاستقرار وعوده الحياه من جديد بعد عمليه التحول الديمقراطي وبعد انتخاب البرلمان الليبي والمجلس التشريعي الليبي وبعد اقرار الحكومه الانتقاليه وبعد انتخاب رئيس جمهورية خلال 20 شهر، لأن نحن ما تكلموش على مدة تبدأ بثمان أشهر بس وتنتهي، هي مدة 20 شهر، وبعد إعلان دستور دائم سوف يتم البدء في عملية التنمية وإعادة البناء والإعمار. سوف تكون هناك حكومة منتخبة، فبالتالي قراراتها تكتسب الشرعية فيما يخص العقود. نحن عارفين بأن المجلس الوطني الانتقالي تعهد في بداية الثورة بأنه سوف يحافظ على العقود والالتزامات الموقعة مع الدول التي لها مصالح في ليبيا وأن يحافظ على هذه المصالح. فبالتالي أنا أرى من أول هذه الاشتراطات أن التفكير في العقود والالتزامات الموقعة مع الدول التي لها عقود مع ليبيا قبل ثورة 17 فبراير، إلا بعض العقود التي يشوبها شبهة الفساد. يعني بعض العقود التي وقعها نظام القذافي في الفترة الماضية تشابه الكثير من شبهة الفساد، فبالتالي لابد التفكير في هذه العقود وتقييمها بالشكل الذي يتلائم مع مصالح ليبيا والشعب الليبي. هذا بالدرجة الأولى. إذا ما توفرت لنا هذه الاشتراطات، حكومة منتخبة، بيئة حاضنة للتنمية، مصالحة وطنية، سوف نشهد عملية إعادة إعمار من أروع النماذج. وأتمنى صراحة في موضوع إعادة الإعمار أن لا نستثمر في المدى الطويل في العقار أو في حتى لا نتصادم أو نواجه أزمة كما التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هي أزمة الرهن العقاري، عندما أنفق المستثمرين العديد من الأموال في الاستثمار في العقار. أيضا ضروري نستفيد من توابع هذه الأزمة، ما حدث في اليونان وما حدث في دبي، وانت عارف أن في دبي عنده هناك أزمة مالية نتيجة للتوسع في الإنفاق في مجال الاستثمار في الرهن في العقار بالدرجة الأولى. وهي كمان تأثرت بالأزمة المالية العالمية. نعم. مش فقط. نعم. وأيضا أتمنى أن يعني ينظر المجلس الوطني الانتقالي والحكومة المنتخبة، الحكومة الشرعية، في تجارب الأمم الأخرى. هناك تجربة العراق وحصل فيها ما حصل. إذن الخطوات المتريتة في ظل خطة وطنية تدعم عملية التنمية وإعادة الإعمار سوف تكون لها نتائجها الإيجابية ونتائجها الناجعة صراحة، وسوف تحقق إعادة أعمار متوازن مع ظروف الأزمة المالية التي يعاني منها العالم اليوم، مع حقيقة أن ليبيا تمتلك رصيد مالي هائل جدا، استثمارات منتشرة في جميع دول العالم. صحيح. أنت عارفة بأن 172 مليار دولار هو حجم النقد الليبي الذي يجوب العالم في شكل استثمارات، سواء في الشركة الليبية للاستثمار أو في البنك الليبي للاستثمار الخارجي. أيضا أتمنى أن ينظر الحكومة المنتخبة إلى إشراك من قدموا الدعم والمساعدة والمشورة لليبيا وثوار ليبيا في فترة الأزمة. هؤلاء شركاؤنا الحقيقيين. وأنا أنظر هنا صراحة إلى مصر بالدرجة الأولى. مصر عندها تجربة أن هناك العديد من الشركات المصرية التي اشتغلت في ليبيا. هناك أكثر من 1 مليون عامل مصري موجودين في ليبيا قبل. طالما اتكلمنا على إعادة أعمار ليبيا أكيد هنتكلم على مصير العمالة اللي رحلت عن ليبيا في الأحداث الأخيرة. هل ممكن ترجع مرة تانية وتشارك في خطة إعادة الأعمار؟ هذه حقيقة. يعني نحن خليني من موضوع خليني أرجع للخلفية التاريخية. ما بين مصر وليبيا من الروابط ما تجعل عندما أفكر في أي نوع من الشراكة أو الصداقة أو أي مجال من مجال التعاون أفكر في 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 شطري الشرقي وهو مصر. مصر هي عمقنا الإقليمي، تربطنا بها أواجز الصداقة والقربة والعلاقات التاريخية التي امتدت عبر سنين. أكثر من 1 مليون ليبي متزوجين من مصريات. هناك علاقة القربة تناسجت مع علاقة المصالح المشتركة والاعتماد المتبادل. كان هناك أكثر من 1 مليون مصري رسمي موجودين في ليبيا، والعدد يتجاوز ذلك لو فكرنا في الإطار الغير رسمي ليصل إلى أكثر من 2 مليون مصري. ما حصل في الحرب صراحة أن هناك العديد من العمالة رجعت إلى بلادها، رجعت في ظروف مأساوية للغاية.
أنا أتطلع صراحة وأنا أعتقد وأجزم بذلك بأن هذه العملية سوف ترجع من جديد إلى ليبيا حتى تطلع بدور البناء وإعادة التنمية والإعمار. الأيادي العاملة المصرية ساهمت في بناء ليبيا على مر السنين وسوف تساهم مستقبليا في بناء ليبيا أيضا، لأن الأيدي العاملة المصرية الماهرة أيضا التي يغطيها القانون بحقوق، وليس في النمط السابق. النمط السابق كان العامل المصري يستغل صراحة لأبعد حد، في هجرة غير شرعية، في مافيا الفساد الموجودة والتي تتاجر بالعمالة وبالأيدي العاملة. أتمنى وأنا أعتقد ذلك وأجزم أن التعاون بدا من زيارة السيد محمود جبريل للقاهرة في اجتماعات جامعة الدول العربية في رمضان الماضي، وتم الاتفاق مع المجلس الأعلى العسكري ومع حكومة الدكتور شرف أن هناك أوجه للتعاون. وأتمنى على مصر أن تعزز هذا التعاون من خلال استضافة مؤتمر له تصور حول إعادة إعمار ليبيا، وبالتالي نحن نخلق نوع من الشراكة ما بيننا، خاصة أن الشراكة هي قديمة وليس بالحدث الطارئ يعني. وكلنا نتمنى أن يكون في تعاون أوسع بين مصر وليبيا. دكتور أحمد عبود أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الليبية، بنشكر حضرتك جدا وبنبارك لك، بنبارك لكل الشعب الليبي على نهاية هذا العهد، عهد الرئيس المخلوع معمر القذافي، وبداية جديدة إن شاء الله ليبيا. بشكر حضرتك، الله يبارك فيك وشكرا جدا، ونهارك سعيد إن شاء الله. نهارك أسعد. مشاهدينا استنونا، لسه معانا فقرات جديدة في نهارك سعيد.